لو ما بتحبيش تعملي مقلي علشان ما يشربش منك زيت كتير وعلشان كمان الكوليسترول، اقولك النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة جنان. الطعم حكاية، جربيه بالطريقة دي هتدمنيه حرفيا من كتر الحلاوة بتاعته ومن كتر كمان الخفية بتاعته. هنعمل مع بعض ايه النهاردة؟ هنعمل احلى واطعم صينية قرنبيط ممكن تجربيها، خفيفة جدا جدا وبسيطة جدا جدا في عمايلها، ما بتاخدش دقايق في التحضير والطعم في الاخر حكاية. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف الطريقة بتاعتنا بتقول ايه. بس طبعا قبل ما نبدأ متنسينيش في لايك وشير للفيديو. المقادير بتاعتنا، واول حاجة معانا هنا او القرنبيطة بتاعتنا، وطبعا عارفين ان القرنبيطة بتاعتنا بنشتريها تكون القرص بتاعها كده ابيض وحلو كده ونظيفة جدا جدا، ويستحسن كمان ان هي تكون لسه جاية النهاردة تكون صبحة يعني. هنشيل بقى التاج بتاعها الاخضر ده ببوز السكينة كده، بنوسع فتحة كده ونزقه على طول بيتشال على طول، ونبدأ بقى نقورها من جوه كده، نشيل بقية العروق الخضرة بتاعتها دي ونقطع بقى القرنبيطة بتاعتنا لقطع بقى صغيرة شوية. نضفي القرنبيطة بتاعتك كمان لو فيها اي حاجة مش مستحبة طبعا بنشيلها، بس طبعا واحنا بننقي القرنبيطة بننقيها نظيفة علشان ما يبقاش فيها اي حاجة كده او كده، وبرضو بنشيل كمية العروق الزيادة دي، ما بنخليش فيها عروق كتيرة في الوصفة بتاعت النهاردة. هنقطعها بقى لقطع صغيرة شوية او متوسطة علشان ما تاخدش وقت مننا كبير في السوى، احنا كده كده مش عاوزين القرنبيط يكون قطع سواء كبيرة او صغيرة، يعني مش هيبان في الشكل في الاخر، بس احنا بنقطعها صغيرة علشان ما تاخدش وقت مننا. خدت القرنبيط بتاعته وغسلته غسله حلوه تحت الحنفيه، ومعايا الميه بتاعتي بقى بتغلي اهي، نزلت فيها بمعلقه صغيره من الملح، وطبعا اساسي في القرنبيط يا جماعه معلقه من الكمون طبعا علشان الانتفاخات بتاعه القرنبيط. بس كده، وهبدا بقى احط الزهرات بتاعه القرنبيط في الميه، وهسيبها من اول ما تغلي في الميه حوالي من 9 ل 12 دقيقة كده لحد ما تستوي. انا عاوزاها تستوي بنسبة 90%، ما تكونش اقل من كده وما تكونش ازيد من كده. هنحضر بقى الخليط بتاع القرنبيط بتاعنا، معايا 3 بيضات اهو بدرجة حرارة المطبخ، وممكن نستخدم بيضتين اتنين بس ما فيش اي مشكلة. نزلت عليهم بمعلقة من الخل الابيض طبعا علشان زفارة البيض، وهمسك البيض بقى اقلبه تقليبة كويسة جدا جدا، نرب البيض يعني كده. معي هنا بقى كوباية من الحليب، حليب مغلي ومتبرد كويس جدا برضو، ما يبقاش سخن يا جماعة، برضو نقلبهم كويس جدا. معي الخضار بتاعي بقى اللي هحطه على القرنبيط، نص حزمة صغيرة من الكزبرة الخضرة، طماطمية مبشورة وجزرية مبشورة، وفصين اتنين بس من التوم، وربع قرن فلفل حامي، بيفرق جدا جدا في طعم الوصفة بتاعتنا النهاردة. مش عاوزة تحطي حامي مفيش اي مشكلة، يبقى ربع قرن بارد. مش عاوزة تحطي فلفل خالص برضو مفيش مشكلة، ما تحطيش اي حاجة. هنقلب بقى الخضار بتاعنا في ميكس السوائل اللي احنا حطيناه، وبعد كده بقى نبدأ نحط الدقيق بتاعي. هحطه كوباية كوباية، نشوف بس الخليط بتاعي هياخد كمية دي قد ايه. ادي اول كوباية وهنقلبها كويس جدا، مش عاوزة يبقى فيها اي تكتلات نهائي في الخليط بتاعنا. قلبيها حلو قوي قوي لحد ما يختفي، سواء احتاج دقيق تاني او محتاجش دقيق تاني احنا بنقلبه بالتدريج. قلبنا الاول كده لقيته لسه محتاج شويه دقيق كمان، زودت عليه كمان نص كوبايه من الدقيق، يبقى انا خدت كوبايه ونص من الدقيق على ال3 بيضات وعلى كوبايه واحده من الحليب، والخليط بقى عامل زي خليط الكريب كده، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. زودت عليه كمان معلقتين من البقسماط المطحون او الفيجيتور، هيفرقوا معاكي جدا جدا في طعم الخلطه بتاعتك. هنبدأ بقى نضيف التوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من الكمون، والكمون هو اللي بيبقى زيادة شوية، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر علشان بس زفارة البيض اللي كنا حاطينه، نص معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهظبط الملح بتاعي بقى، نحط معلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومش هزود توابل اكتر من كده، كفايه قوي. هنمكسهم بس كده مع بعض علشان ما يبقاش في حته فيها توابل وحته ما فيهاش، فنقلبهم تقليبه كويسه جدا ونركنهم بقى على جنب. والقرنبيط بتاعي طبعا استوى كويس جدا، وبردناه تحت الحنفيه بميه كتير كده وغسلناه كام غسله. همسكه بقى اقطعه قطع صغيره جدا بالمخرطه بقى بالسكينه، عاوزه تحطيه في الكبه، بس لو حطيتيه في الكبه اهم حاجه ما تفرمهوش قوي، يعني انا مش عاوزاه يبقى عجينه في الاخر، لا احنا عاوزين القطع بتاعت القرنبيط تبقى قطع صغيره بس في نفس الوقت تكون باينه في القطع بتاعتنا لما تستوي، وكمان تبقى باينه في الخلطه بتاعته.
فرمناهم زي ما انت شايفه كده قطع صغيره، بس القطع بتاعته طبعا زي ما انت شايفها برضو باينه اهو. حطهم بقى في الخليط ونبدا بقى نقلبهم تقليبه كويسه لحد ما كل المكونات تتمازج مع بعضها كده وتتمكس مع بعضها. طبعا لحد هنا مفيش اي حاجه غريبه، مفيش اي حاجه فيها افتكاسات، كل العمليه بسيطه جدا جدا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي هتدخل الفرن ومسحتها مسحه بسيطه جدا من الزيت، يعني حوالي ما يكملش حتى ربع معلقه من الزيت، واديتها رشه كده من البقسماط المطحون او من دقيق السميد او دقيق السيمولينا، بس دقيق السميد الخام يا جماعه اللي بيجي من عند العطار، مش اكياس البسبوسه المحلاه، سواء عندك ده او ده، دي رشه من تحت كده بتدي لون حلو قوي وبتدي قرمشه حلوه قوي قوي لقاع الصينيه. فردت بقى الخليط بتاعي في صينيتين علشان انا مش عاوزه يبقى السمك القطع عالي قوي، انا عاوزاه يبقى السمك صغنون زي ما انت كنت شايفاه في اول الفيديو كده. معايا معلقه واحده بس من الزيت وبالفرشه بتاعتي كده، وهبدا ادهن الوش دهنه خفيفه جدا علشان لما ياخد لون من على الوش. الصواني بتاعتي جاهزه، هدخلها على فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 200، الفرن بتاعي قايد من فوق ومن تحت، وهحط الصينيه من تحت لحد ما تطلع بالمنظر اللي انت شايفاه ده. قعدت قد ايه في الفرن؟ قعدت من 25 دقيقه ل 30 دقيقه على حسب الفرن بتاعك علشان تاخد اللون القمر ده. شايفين شكلها عامل ازاي من قريب؟ لونها حلو قوي قوي، والريحه بتاعتها يا جماعه كانت خطيره، جنان بصراحه. وطبعا الطريقه خفيفه جدا، مفيش اي زيوت نهائي، مش شاربه اي كميه زيت، مع اننا كنا عاملين القرنبيط المقلي من كام فيديو كده، وهسيب لك اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف، كان برضو خفيف جدا ومش شارب اي كميه زيت. لو انت حابه ان انت تعمليه مقلي جربيه بالطريقه اللي كنا عاملينها، لو ما بتحبوش مقلي جربي الصينيه دي، وبصراحه هتعتمديها لان هي حرفيا طعمها تحفه جدا، حكايه يا جماعه، الطعم رايح في حته تانية خالص. شايفين القطع اصلا بتطلع متماسكه وعامله ازاي؟ السمك بتاعها قليل وطالعه متماسكه وهي لسه سخنه، زي ما انا شايفه البخار لسه بيطلع منها، واخده لون من فوق ومن تحت، حلوه قوي قوي، طعمها حلو قوي، القوام بتاعها مميز جدا جدا. شايفين من جوه الطراوه بتاعتها عامله ازاي؟ واخده قرمشه خفيفه من فوق ومن تحت كده باللون اللي هي واخداه، وواخده طراوه من جوه، حاجه كده ميكس رهيب جدا جدا. اتمنى ان الوصفه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، والفيديو بتاعي البسيط النهارده يكون عجبكم. استنونا في فيديوهات تانية كتير كتير ووصفات تانية اكتر. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايكات كتير وكومنت حلو منك وشير لكل حبايبك، ولو اول مره تشرفي قناتي ما تنسينيش في اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ودلوقتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعايه الله وحفظه، ومع الف سلامه. باي باي.